وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد خالد حسين ياسين، مدير الأرصاد، إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. نرحب فيك سيد خالد في نشرة أنباء الثالثة، ولو تحدثنا بداية عن تعاون مملكة البحرين مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا مثل ما سمعنا في التقرير، مملكة البحرين انضمت لعضوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 19 مايو سنة 1980. نعم. ومنذ ذلك الوقت طبعا العلاقات ماشية طبعا، والبحرين تسعى أن هي تكون جاهدة في التعاون المستمر المثمر مع المنظمة ومراكزها الإقليمية. وحب أضيف أن مملكة البحرين تحتضن المكتب الإقليمي للمنطقة العربية، واللي هو يكون تابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ عام 2004. نعم. وطبعا نظرا للسمعة الطيبة اللي تتمتع بها البحرين في المحافل الدولية، والجهود اللي تبذلها المملكة في توثيق أواصر التعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأيضا من أوجه التعاون ففي الفترة الأخيرة طبعا استضافة المملكة حدثين مهمين، واحد منهم كان اجتماع العصير المدارية في ديسمبر 2023. نعم. وكان الإيفنت الثاني أو الفعالية الأخرى الثانية كانت ورشة عمل حول تطبيق الكفاءة في الخدمات المناخية في يناير 2024. وطبعا هناك المزيد من التعاون راح يكون خلال السنة هذه والسنوات القادمة أيضا. نعم سيد خالد، إذن ماذا يجسد شعار هذا العام في طليعة العمل المناخي؟ ماذا يجسد من أهمية لعمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؟ طبعا المنظمة حاولت خلال السنة هذه من خلال شعارها أنها تسلط الضوء على خطر حقيقي. نعم. لا يمكن إنكار إلا وهو التغير المناخي الذي بات أنه هو يهدد الحضارة الإنسانية، وهذه الأمر احنا نشهده طبعا اليوم، وراح يستمر معنا المناخ في التغير طوال العقود المقبلة، وذلك كله نتيجة الأنشطة البشرية اللي تأثر على المناخ. وطبعا من هنا نقدر نقول أنه يأتي دور المجتمع من خلال العمل الجماعي في المساهمة في تقليل تلك الآثار اللي تغير في التغير المناخي، وطبعا اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ لغاية ما نوصل إلى عالم أكثر أمانا واستدامة. نعم سيد خالد حسين ياسين، مدير إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.